السلام عليكم أيها الأحباب الكرام، في هذا الفيديو سنقدم لكم تحليل الحلقة 148 من مسلسل قيامة أرطغرل على قناتكم مت عينك. لكن قبل البداية في التحليل أود أن أشكركم على مشاهدتكم ودعمنا المتواصل. كما لاحظنا في الحلقة الماضية أنها انتهت بأحداث مفرحة للمشاهدين، منها نجاة أرطغرل من فخ أركيبوغا وشفاء تورغوت وموت الباسيتي وانتقام أرطغرل لابن أخيه سليمان ولمحاربيه خاصة دومرول ومرجان. لكن الخبر المحزن أعزائي هو الإعلان رسميا على أن المسلسل بقيت له 3 حلقات فقط، وستكون آخر حلقة يوم 29 من الشهر الجاري، وأن هذه الحلقات ستحمل المزيد من التشويق والإثارة. أما في الحلقة 148 فلاحظنا من خلال الإعلان اجتماع أرطغرل بأصحاب اللحية البيضاء وإعلانهم أن وقت رفع الرايات وحمل السيوف قد حان، وهذا يؤكد الانتقال من المعارك الصغرى إلى المعارك الكبرى وتطهير منطقة الأناضول من المغول. ولهذا سيسعى أرطغرل إلى جمع القبائل التركية وتوحيدها لتكوين قوة تركية مركبة من القبائل التركية، وسيعتمد في هذا الأمر على عاملين أساسيين، هما الصندوق الذي يضم أسماء السادة الذين سيساعدونه على جمع القبائل التركية لكونهم سادة مخلصين، والعامل الثاني هو الذهب الذي استولى عليه. أكيد هذا الذهب سيساعده في تكوين جيش كبير وتوحيد القبائل التركية. لكن بالرغم من هذين العاملين فأرطغرل لن يقوم بهذا الأمر لولا تأكده بدعم بارك خان له في مواجهة المغول. أما جندكتو أعزائي الكرام فلاحظنا بأنه استنشق الدخان الذي يوجد فيه سم العقرب، لكن بالرغم من ذلك أنه لن يتأثر به، وحتى إن دخل في وعكة صحية فأنتم تعلمون براعة السيد أرتوك، فأكيد سيعمل على علاجه وشفائه من هذا الأمر. هذه الأحداث كلها ستجعل أركيبوغا يفقد ثقته في نفسه، بعدما لاحظنا أنه يثق في نفسه في الحلقتين الماضيتين. لكن بعد هروب أرطغرل منه وعدم الإمساك بجندكته وقتل الباسيتي، سوف يسعى أركيبوغا إلى نصب الفخاخ لأرطغرل للانتقام منه. كما لاحظنا في الإعلان أنه بصدد إرسال رسالة يؤكد بأن هذه الرسالة ستكون نهاية أرطغرل والقضاء عليه، لكنه لا يعلم بأن الرسالة ستكون سببا في نهايته هو، لأن هذه الرسالة حاول أركيبوغا إيقاع أرطغرل من خلالها. وبالفعل أرطغرل سيصل إلى الفخ، ولكنه يعلم بأنه فخ وذهب مستعدا له، وسيقوم بالقضاء على محاربي أركيبوغا في هذا الفخ. وسنشاهد أركيبوغا بجانب سيرما التي اتجهت إليه لطلب مساعدته في الانتقام لمقتل أخيها ببولات من السيد أرطغرل وأختها إلبيلي، وستتحد سيرما معه، وستعمل سيرما في البداية على جمع كل السادة الموالين لبيبولات وتحريضهم للوقوف ضد أختها إلبيلي وأنها لا تصلح لسيادة القبيلة. وهنا نذكر احتمالين اثنين: أولا، إما تنجح سيرما بالتعاون مع أركيبوغا والسادة الخونة في نصب فخ لإلبيلجي والقضاء عليها، أو الإمساك بها من طرف أركيبوغا واستخدامها كورقة لتهديد السيد أرطغرل
أما الاحتمال الثاني فهو أن إلبيلغي ستكشف حقيقة أختها سيرما من خلال مساعدتها مينغو والتي غابت في الحلقات السابقة، ونعلم أنها كلفتها إلبيلغي بمراقبة سيرما، وهنا سيكون لها دور كبير في اكتشافها واكتشاف تعاونها مع أركيبوغا وتخبرها بالأمر. هذا الأمر سيصل إلى السيد أرطغرل ويقومون بنصب فخ لسيرما دون علمها ويتعقبونها من الخلف ليتم القبض عليها بالجرم المشهود أو استخدامها للإيقاع بأركيبوغا والقضاء عليهما معا. كل هذه الأحداث تدل على اقتراب المعركة الكبرى والقضاء على المغول من منطقة الأناضول، أكيد من طرف أرطغرل والمتعاونين معه كبركة خان. إلى هنا ننهي هذا التحليل وانتظرونا في تحليل آخر، لكن أحبائي لا تنسوا مساعدتنا بالإعجاب بالفيديو والمشاركة في القناة وإبداء آرائكم في التعليقات لندرجها في الفيديو اللاحق، وشكرا لكم.